انطلاقاً من حرص مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين على المصلحة العامة وسلامة جميع منتسبي المدرسة وتوفير بيئة آمنة لهم، قامت المدرسة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تكفل سير العملية التعليمية في ظل سلامة الموظفين والطلاب، حيث تم عمل فحص كوفيد-19 لكل العاملين في المدرسة، إضافة للتأكد من تطبيق احتراز عند الدخول يومياً للمدرسة. ويتم تعقيم كل مرافق المدرسة بشكل دوري، وتوزيع المعقمات في كل أرجاء المدرسة، إضافة لتخصيص غرفة للحجر الصحي داخل المدرسة، والتأكد من جاهزية عيادة المدرسة للتعامل مع أي حالة أو إصابة لا سمح الله. إليك عزيزي الطالب بعضاً من الإجراءات والنصائح للقيام بها أثناء تواجدك داخل المدرسة، وذلك في ظل جائحة انتشار كوفيد-19. سيتم قياس درجة حرارتك عند دخولك المدرسة. اتبع توجيهات المشرف المسؤول فور دخولك مبنى المدرسة، حيث سيطلب منك بداية الانتظار في الغرفة الآمنة، وهي قاعة المسرح. تجنب العناق والمصافحة المباشرة أثناء لقائك الآخرين. حافظ على التباعد الاجتماعي وفق المسافة المحددة بين المقاعد داخل الغرف الصفية، وأيضاً أثناء تواجدك مع الآخرين أثناء الفسحة. لا تبادل أغراضك الشخصية مع الآخرين. احرص على ارتداء اللاب كوت والأقنعة الواقية المخصصة داخل المختبرات بمختلف أنواعها. آمنين من الله تعالى لكم جميعاً دوام الصحة والعافية، وعاماً مليئاً بالتفوق والإنجاز.